الاجواء يا حبيبي شغل هنا شغلك في الطليان، شغلك في الطليان، خضره حمراء بيضاء، وحنا هما العامل. احنا شباب زوج معروفين، شباب زوج نربحوا بزوج ان شاء الله. حمى نهائي كأس الجمهورية تدق بقوة أروقة الجرائم، أولاد العقيبة وشناوة، حيث لم يسبق للعميد وشباب الوزداد أن تقابلا منذ الاستقلال في نهائي السيدة الكأس. الفريقان سيلتقيان لأول مرة لخطف الزعامة. البلودية والشباب يمتلكان في خزائنهما 8 كؤوس، والفائز في نهائي الأحلام سيتوج حتما بالتاسعة. مولدي باب الواد شبه البلاد خويا، كي تكون مولودي مليحة دائما تشوف هكذا، دائما تشوف الاحتفالات هكذا العالم يوجدوهم. مولودي هذه مولودي اخويا، سي كونت وي ولايا مولودي اخويا. جامي صرات في بيكور على القوع لا مات كيما هاد العام، جامي نشفى على روحي انايا هنا في بيكور، جامي شفت على مات كيما هاد، جامي في حياتي. شوف لا فينال فافوري سير بينا مالما. ملعب 5 جويلية الاولمبي سيكون مسرحا لقمة عاصمية بامتياز، تجمع المتوج برابطة كرة القدم المحترفة الأولى موليس المولودية أما نظيره شباب الوزداد الذي سيطر على هذه المنافسة 4 مواسم متتالية. وتزامنا مع قمة الموسم تصدع قوة صوتية رهيبة من معاقل الفريقين، أبناء الأحمر والأخضر بشعار مولودية باب الواد شبح البلاد، وفي المقابل أبناء الأبيض والأحمر بشعار علي شباب زوج. هاد العام الدوبلي ان شاء الله شامبيون، احنا ديناها سي بون، ديناها بحليليه بالعرق، خاطينا هاد العفايت حنا ندوها بالحلال بالعرق. هذا كيزات كيزات قال مولوديه، ما قالش واه واه، قال مولوديه ديرك كيزات كل شيء، ما قال واه مولوديه، قمطوح قمطوح خضر واحمر هكذا يا اخي. وهذا هاو هذا مش جينيراسيون تاكلين عليهم. نحنا لاكوب الله غالب، ربي مسخر لنا لاكوب الله غالب، لاكوب تحبنا ونحبوها، تحبنا ونحبوها تاعنا ان شاء الله. وفي سي ار بي نهائي هباك لاك كوب دالجيري تترفد، ما تلعبش ها كوب دالجيري تترفد، ان شاء الله اللي يكون مليح محضر مليح لهاد لاكوب يرفدها، سواء سي ار بي سواء مولودي، احنا ماذا بينا ندوها احنا الدوبل، بصح اللي يكون بريزون في الماتش هذاك يرفدها، وان شاء الله تكون دوبلي عندنا في باب الواد ان شاء الله. عطينا المشاكل ماتش شباب ان شاء الله، ماتش شباب كل ميور قال. ويصنع انصار الفريقين لوحات فنيه في الاحياء الشعبيه قبل أيام فقط عن المشهد الختامي التي ستتزين مدرجاته بألوان ناديين. وكما هو معلوم فالجميع يدرك صعوبة الرهان في ظل رغبة الطرفين للظفر بالكأس الغالية التي ستكون مسك الختام وأجمل هدية للمناصر الذي يعشق الألوان. فيا ترى لمن ستبتسم السيدة الكأس في هذا النهائي؟ ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.